يعد الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي رحل في سنة 95 هجرية واحد من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وعادة ما يختلف المؤرخون في دوره وأهميته. إذن من هو الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ الشخصية الغامضة التي أثارت الجدل على مر العصور، ولكنهم يتفقون على خطورته ومكانته. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. يقول كتاب البداية والنهاية تحت عنوان: وهذه ترجمة الحجاج ابن يوسف الثقفي وذكر وفاته. هو الحجاج ابن يوسف ابن أبي عقيل ابن مسعود ابن عامر أبو محمد الثقفي، ولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير ثم عزله عنها وولاه العراق. ذكر صاحب العقد أن الحجاج كان هو وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف، ثم قدما دمشق، فكان عند روح ابن زنباع وزير عبد الملك، فشكى عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا يرحلون لرحيله، فقال روح: عندي رجل توليه ذلك. فولى عبد الملك الحجاج أمر الجيش، فكان لا يتأخر أحد في النزول والرحيل، حتى اجتاز إلى فسطاس روح بن زنباع فضربهم وأحرق الفسطاط، فشكى روح ذلك إلى عبد الملك، فقال للحجاج: لما صنعت هذا؟ فقال: لم أفعله، إنما فعله أنت، فإن يدي يدك وصوتي صوتك، ما ضرك إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطه وبدل الغلام غلامين، ولا تكسرني في الذي وليتني. ففعل ذلك وتقدم الحجاج عنده، قال: وبنى واسط في سنة 84 وفرغ منها في سنة 86، وقيل قبل ذلك. وذكر في حكايته ما يدل أنه كان أولا يسمى كليبا ثم سمي الحجاج، وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق، وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة، وكان يغضب غضب الملوك. قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة 39، وقيل في سنة 40، وقيل أيضا في سنة 41، ثم نشأ شابا لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن. قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة. وقال أيضا أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري، وكان الحسن أفصح منه. قال الدارقطني أيضا: ذكر سليمان بن أبي منيح عن صالح بن سليمان قال: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعض إلا الحجاج وإياس بن معاوية، فإن عقولهما كانت ترجح على عقول الناس. ويذكر أن عبد الملك لما قتل مصعب ابن الزبير سنة 73 بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله بمكة فحاصره بها وأقام للناس الحج، ولم يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت، ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف، ولم يزل محاصره حتى ظفر به في جمادى سنة 73. ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف واليمن، ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشر، فدخل الكوفة كما ذكرنا، فأقام بين ظهرانيهم 20 سنة كاملة، فتح فيها فتوحات كثيرة هائلة منتشرة، حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند، ففتح فيها الكثير من المدن والأقاليم، ووصلت خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين. في النهاية أصدقائي، كانت هذه قصة الشخصية الأكثر غموضا في تاريخ الإسلام. أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.